لا صوت يعلو على صوت جمع الجامعة في الصحافة الوطنية. أقلام أسالت الميداد لترصد آخر المستجدات في حدث أثار الكثير من الجدل ولا يزال. وبعيدا عن الجمع، الدورة 7 تنعش البعض وتفجر أزمات لدى البعض الآخر. أما ما تبقى من عناوين فاختارت الحديث عن مونديال الأندية وأنباء أخرى تتعلق بالمنتخبات الوطنية. نبدأ مرآة البطولة مع صحيفة المساء التي تحدثت عن احتمالية إلغاء لائحة الإقجاع رغم تطمينات الجامعة، والفراغ الذي تركه ممثل عصبة تادلا سيملأ هدومه حسب المنتخب، التي قالت بأن هذا الأخير سيمثل عصبة الغرب، العصبة التي يرأسها الكرتيلي بحكم قضائي، تقول صحيفة الناس. الناس أضافت بأن هذا الأخير قد يمنح الأفضلية للائحة أكرم. ومع الجمع دائما المساء الرياضي تنقل خبر طعن أكرم بلائحة الإقجاع ودائما بسبب دومو. أخبار اليوم اختارت أن تبتعد عن النقل لتقوم بتحليل لما يحدث عبر مقال ليونس الخراشي تساءل فيه عن رجالات الفهري وأين ذهبوا في هذه الأيام الحاسمة في تاريخ الكرة الوطنية كأحمد غيبي وكريم عالم على سبيل المثال للحصر. الدورة 7 من البطولة الاحترافية حظيت باهتمام في الصحافة الوطنية، خاصة قمة الوداد والمغرب التطواني، وهدف نعيم الذي اغتال فرحة شبان الوداد تعنون المساء الرياضي. لومتان بدورها نقلت تفاصيل المباراة وكيف خضعت الحمامة البيضاء دون أن تسقط عن قمة الترتيب العام رغم التعادل مع القلعة الحمراء. أخبار اليوم اختارت أن تنقل مطالب المدرب عبد الرحيم طالب الذي ناشد الجماهير الودادية بالعودة للمدرجات لمساندة الفريق. في المقابل نقلت الأخبار صدى الجماهير التي تطالب برحيل المياغري عن عرين الوداد. في الرباط سخط وغضب على الطوسي، تقول صحيفة الخبر الرياضي والتي تحدثت عن مقاطعة الطوسي وللمرة الثانية للندوة الصحفية، ما أغضب الزملاء في مهنة المتاعب وعرض الجيش الملكي للعقوبة من طرف الجامعة. أزمات الفرق الوطنية كان لها نصيب الأسد في الصحف المحلية. المنتخب تطرقت لنزيف الاستقالات في مكتب المغرب الفاسي وتساءلت هل هي بمثابة انقلاب أم خطوة من أجل تصحيح المسار في عرين صاحب الثلاثية التاريخية. من سيدرب المنتخب سؤال يشغل الرأي العام، والصباح تجيب بأن فيربك وبن عبيشة من أبرز المرشحين لقيادة الأسود. في المقابل يرد الطوسي عبر المنتخب قائلا ما زلت ناخبا وطنيا، خبر تم تداوله في صحيفة الأخبار أيضا التي نقلت نفي الطوسي لإدارة الجيش الملكي تدريبه لمنتخب المحليين في الشان جنوب أفريقيا 2014. مونديال الأندية على الأبواب، والرجاء يطرق أبوابه هذه الأيام مستشارون جدد، تقول الأخبار. الرجاء حسب ذات المصدر تتهافت عليه 3 شركات كبرى من أجل وضع علامتها التجارية على قميص الفريق خلال المونديال. ومع المونديال دائما تحدثنا المساء الرياضي عن تذاكر الكأس التي طرحت للبيع بأثمان تتراوح بين 100 و1100 درهم. ومونديال الأندية بالإضافة لأحداث رياضية أخرى دفعت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إنشاء قسم خاص بالأمن الرياضي يرأسه المراقب العام محمد بوسفور، تقول الأحداث المغربية. الصحيفة أضافت بأن هذه الخطوة تعتبر سابقة في العالم العربي وأفريقيا.